ونبدأ بقى إن شاء الله، علشان عايزين نخلص قدر المستطاع بدري، عشان أنا مش فاضلكم برضه. يلا أول حالة هو بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، دوبلكس كيدني ويوريتر، كومبليت دوبليكيشن لحد تحت. عارفين القاعدة إيه؟ أبر مايتي أور مايتي ميجر ويجرز ماير رول. دي إن الأبر مايتي بتنسيرز أو بيفتح اليوريتر بتاعها تحت، وفي الغالب بيفتح إكتوبيك، وفي الغالب أو مش في الغالب ممكن يبقى مع إكتوبيك يوريترو سيل، ويبقى الأبر أبر مايتي في الغالب بتوبستراكت وبيبقى فيها هايدرونفروز جان. أما اللور مايتي بتفتح فوق الأبر، بتفتح غالبا أورثوتوبيك يعني في نورمال بوزيشن، بس بتعاني من ريفلكس. دي شبيهة باللي فاتت بس حالة تانية. ايه بقى ده؟ دروبينج ليلي ساين. دروبينج ليلي ساين بتاع الابر مايتي بتبقى فيها سيفير هايدرونفروزز اب تو انها نوت فانكشنينج، لكن ضغط على اللور مايتي وعامله فيها دروبينج ليلي ساين، ده اللي هو بيبقى برضو ممكن مايتي دايليتد بسبب الايه؟ بسبب الريفلكس. دي ايه؟ رينال ماس. ليه دي مش سيستيك يا شيمي؟ ده سؤال. ده رينال سيكاسيموس. هي بص، هي رينال ماس. لو رينال ماس از ار تي سي تيل جروب ذا اذر وايز، ما عدا لو لقينا ماكروسكوبيك فات. لو لقينا فيها ماكروسكوبيك فات از انجيومايو لايبوما، حتى لو ما هياش بيور، حتى لو ما هياش يعني الحته الهايبودنس دي محتاجين ان احنا نتاكد انها مش فات، لكن هي غالبا دي ار سي سي عاديه من غير فات كومبوننت. سوري، دي ايه؟ لا ده بوست كونتراست عادي. يعني قريبه منها. هي دي لو لاحظتوا الرايت كيدني سمولر عن الليفت كيدني، وفيها شويه سكارينج، وفيها دايليتد كاليسيز كلابد اوفر السكار، صح؟ تبقى ريفلكس، كرونيك ريفلكس نفروباثي. كرونيك ريفلكس نفروباثي بتتميز بالسمول سايز نتيجه الكرونيك نفروباثي، وبيبقى فيها دايليتد كاليسيز، وبيبقى فيها الاوفرلاين دايليتد كاليسيز دي في سكارينج، بالذات بتيجي عند الابر واللور بولز. تنفع كرونيك بايلونفرايتس، بس الكرونيك بايلونفرايتس بتيجي فيها شويه يوروثيريال ثيكنينج، بيبقى الهيستوري ممكن يساعد شويه، وبعدين كمان بتبقى ريبيتد يو تي اي. لكن هنا كمان وجود الابر واللور بولر بيبقى اكتر شويه عن في الريفلكس. ما هو كرونيك ريفلكس ده يعني نوع او يعني سبب للكرونيك بايلونفرايتس. ده ايه؟ بايلاترال بايلاترال يوريتريك دايفرتيكلي عند اليوريترو فيزايكال جانكشنز. دي اسمها هاتش دايفرتيكلي. يوريتروسيل ده بيبقى بيدخل على اليومن بتاع البلازما، لكن ده بره. ده هاتش دايفرتيكلم، ده كونجينيتال يوريتريك دايفرتيكلم اد يوريترو فيزايكال جانكشن اسوشيتد ويز ريفلكس ديزيز. هنا ايه ده؟ لقينا هنا في اكسيدنتال سوبرا رينال ماس في نون كونتراست ستادي، حطينا عليها لقيناها 6 اتش يو ليبيد ريتش ادينوما. تمام، نحقن ونعمل وقف على كده خلاص، بدل اقل من كام؟ اقل من 10، يبقى خلاص هي ليبيد ريتش ادينوما. لو احنا عايزين شاكين وعايزين نتاكد بنعمل ايه؟ لا ما نحقنش خلاص. اوت فيز وين فيز ام ار اي، لو لقيناها دروب اوف سيجنال يبقى دي ليبيد ريتش ادينوما. تاني في اللجنه قال لها كده، راحت قالت له يا ابني ما العيان نايمه على الترابيزه. خلاص ماشي، لو احنا عايزين نكمل صبغه، بس يعني هتبقى الليبيد ريتش هتبقى يعني ما مش محتاجه ان احنا نكمل صبغه اصلا لو اقل من 10. هل تنفع سيست؟ تاني بتبقى 10 20 30 يعني. لا ما هي السيستم 20 يعني هي الست اقل من 10 اكتر مع الفات، لكن ممكن تبقى فلويد، يعني فلويد برضه بيبقى من 0 20، لكن هو الادرينال سيست is less much less likely than adrenal adenoma. والادرينال ادينوما
بتبقى الادرينال سيست في الغالب بتبقى سيكولي اوف ادرينال هيموريدج، سيكولي اوف ادرينال هيموريدج في الغالب. فلو لقيناها بتبقى موستلي ادرينال ادينوما مش سيست. طب معلش سؤال في الحياه عشان ما تفوتوش في الكتب، في الكتب يعني لا في نون برايمري. في ايه؟ نون برايمري. اه المنظر ده يبقى اسالت انها يعني مين. حتى لو في نون برايمري وهي اقل من 10 هي ادينوما، لان بيقولوا ان اكتر من اظن 70% من الاكسيدنتال ادرينال مازز ان ميتاستاتيك بيشنتس از ادينوما. تمام؟ فهي الادينوما از ماتش مور كوم. لكن طبعا لو اكتر من 10 لا، احنا بنتكلم في اقل من 10 بلاش يو يعني. طيب هنا بقى حاله رينال بالنون كونتراست لقينا في فوكال ليجن واخد 51. تمام؟ حقنا صبغه بقى 135 بالديليد بقى 93. هل ده نعتبره هايبر دنس مثلا هيموراجيك سيست مثلا ولا سسبيشس؟ سسبيشس. ايه الـ ايه الانهانسمنت اللي نعتبره سسبيشس؟ اكتر من 120 اكن 120 75 13 في في فاليو الانهانسمنت اكتر انهانسمنت اكتر من 20 از سيجنيفيكانت انهانسمنت. اقل من 20 دي از نوت بري، اقل عن البري. لا انا بتكلم في فاليو ات ان انجكشن. لا ده انت بتتكلم عن حاجه ثانيه. هقولها لك دلوقتي حاجه، بتتكلم عن الفيك هوموسايتوما في حاجه ثانيه. هقولها لك اصبر. احنا عندنا 51 لوحديها ممكن تكون ماس سوليد ماس، ممكن تكون هيموراجيك سيست صح، محقن صبغه ما خدتش انهانسمنت تبقى هيموراجيك سيست، خدت انهانسمنت اكتر من 20 اتش يو فرق تبقى انهانسنج ماس، وانهانسنج ماس تبقى ار سي سي تيست جروب. ده تمام؟ انا دخلت السوبر دي. اه انت دخلت السوبر دي. لا انا خلصت خلاص مش محتاج. هنا خلينا نزلين. كانت 36 وبعدين حققنا صبغه مقاسي بعد كده. ده جديد شكلها ايه؟ سلاحي على بوشي سكالوبين او عامله يعني تبقى ايه؟ اللي بيعمل سكالوبين ده اللي هو الايه؟ لا ده سب كبسولار هيماتوما. سب كبسولار هيماتوما العيان ده بيقول لك الموست كومن كوز لحاجه زي كده الازول. العيان اللي بيعمل ايه؟ ازول، عمل ازول ستون، الازول ده عمله سب كبسولار هيماتوما. العيان ده ممكن يعيش بكرونيك سب كبسولار هيماتوما اب تو انها تضغط على الكدني، تفضل ضغط على الرينال بارينكيما وبتعمل هايبر تنشن. اه يسموها دي بيج كدني، يسموها ايه؟ بيج كدني. فده نتيجه لسب كبسولار هيماتوما كومنلي افتر ازول. ممكن تروم عاديه طبعا بس الايه؟ يورينوما. لا ما تنفعش ليه؟ لانك هتاخد صبغه هنا في الدليل. هو عامل كونتراست عشان كده صح؟ اه هو واخد لا وبعدين اليورينوما يعني 36 دي كتير على الانس عن اليورينوما، اليورينوما فلويد عادي فتلاقي 20 15 بتاع، لكن 36 ده بتاع هيماتوما في نفس الوقت ما هي مش بتملى في الدليل فما ينفعش تقول يورينوما. طب هي مش بتبقى ميتل ولا ممكن تبقى ايه؟ تبقاش ايه؟ الايه؟ اليورينوما؟ اليورينوما مش شرط، لا مش شرط حسب يعني برضه الميديال ده في الرينال ترانسبلانتيشن تبقى ميديال ليه الترانسبلانت. تمام؟ ايه ده؟ ده السكاوت وده بعد 10 دقايق وده بعد 3 ساعات. ستون ستون موافقين؟ طيب لما بصوا بعد 3 ساعات ابرايت، ركزوا دايما في الكلام اللي موجود تحت الصور وبيحوش بالظبط. وبعدين لما حقنا صبغه حسينا ان هو ايوه بالظبط، ده حاجه اسمها كاليسيال دايفرتيكلوم. ده بيبقى الكيلكس نفسه حصل فيه دايفرتيكلوم وبيحوش، بيحوش كالسيفيكيشن بيسموها ميلك اوف كالسيوم. ده ميلك اوف كالسيوم علشان كده لما وقف عمل فلويد ليفل. عشان كده لما وقف عمل ايه؟ عمل فلويد ليفل، ونلاقيها في البوست كونتراست كانها كوميونيكيتنج مع كاليسيال سيستم. طبعا في بارشال كمان دوبليكيشن صح؟ الناحيتين يعني، لكن ماشي. لكن هو ده الكاليسيال دايفرتيكولم وميلك اوف كالسيوم بان قوي في الديليد، فضل في ريتنشن للكالسيوم كونتنتس مع الصبغه بقى، وده عملت ايه فلويد ليفل. طيب ايه ده؟ ده كوبرا هيد. كوبرا هيد يعني ايه؟ طيب يوريتروسيل ولا سودو يوريتروسيل؟ سودو يوريتروسيل. اشمعنى؟ لا علشان
لو الريت روسير كان هيبقى ده بس دايليتد وبقيت اليوتا بس حوالين اليوسنس دي يعني اليوسنس دي معناها ايه بقى؟ ان هو حقيقي مش موجود يعني هو اصلي الاثنين بيبقى حواليهم اليوسنس السن الترو يوريتروسيل بيبقى فيري ثين ليوسنسي اما لو لقيت ثيك ليوسنسي حواليه ده سودو يوريتروسيل ايه سبب السودو يوريتروسيل يا اما امباكتد ستون او ريسنتلي بوست ستون يا اما تيومر فده ثيك هالو سراوندينج ذا يوريتروسيل از ذا سودو يوريتروسيل ها سهله ليه انا لازم اصحى وماله بقى عامل ايه ليكينج بالظبط ليكج ابدومينال اورتيك انيوريزم وفي سوفت تيشو دنسيتي سراوندينج ذا انيوريزم اسمه ايه ده بقى سكندري ريتروبيريتونيال فايبروز تمام نتيجه لايه لليكينج انيوريزم ايه الليكينج انيوريزم بيعمل انفلاماتوري رياكشن فبيعمل حواليه فايبروزز ده اسمه سكندري ريتروبيريتونيال فايبروز احنا عارفين ريتروبيريتونيال فايبروزز ليه منه برايمري اللي اسمه ايه ارموند ديزيز وفي منه سكندري اللي بيبقى نتيجه اي حاجه ثانيه دراجز زي ميثيلسوجيت مثلا الانيوريزم ليمفوما ليمفنودل تريت هو حدش قال الوقت قد ايه يعني لا اصل هو بيبعد الاورطه بتاعته عايز ليه ماينور ليك ده مش رابشر الرابشر ده لو كده ما بيحاجش يتطور او يفتح على باول يعمل اورتو ديجنال فيسلا اورتو انتريك فيسلا ده بيجي بسيفير بليدنج اما الليكج ده لو عمال ايه ينز بس كده دريبنج ساين ايه دريبنج ساين دريبنج ده لا مين لا هي تقصد بتاع الامبندنج رابشر مش كده لا الامبندنج رابشر اللي هو الدريب ساين دريبنج ساين هي دريب يعني ليه دريب اسفلي دريب دي ار اي بي ماشي دريب او دريب ماشي ده عباره عن ايه ما بيبقاش كده بقى بيبقى البوستير وول بتاع الاورطه كانه يعني نايم على الايه على السباين شده لتحت لا مش موضوع شده هو دي فورم نايم عليه بقى عامل كده هو كده نايم لا كده كونفكس عادي جدا لا التاني بيبقى التاني بقى كونتين هنا كونتين رابشر ها مالها ناس يعني ايوه مالها فيها سنترال فات فيها سنترال فات تبقى لا مش انجي بقى مايلولايكوما اسمها مايلولايكوما الماكروسكوبيك فات في السوبرا رينال اسمها مايلولايكوما المايكروسكوبيك فات اسمها ادينوما الماكروسكوبيك فات في الكيدني اسمها انجيومايلايكوما دي حاجه والمايلولايكوما حاجه ثانيه اهي ماكروسكوبيك فات مايلو لايكوما مش هو في حاجه غريبه يعني ده ماكروسكوب فات عشان احنا شايفينه طب التاني كلها فات طب مين مايكروسكوب كلها فات شايفينها يعني ما انت شايفه حاجه سايزبل فاتت دي ايوه في الثانيه ما كنتيش شايفه حاجه هاي بوتنس هي كلها على بعضها هاي بوتنس لا مش فلسفه والله الثانيه بتقول عليها ادينوما انا بتلخبط بالمايكرو لا يعني ايه هو الميكروسكوب الميكرو الليجن كله على بعضه هوموجينس لهايبودرمس لكن هنا ده سوفت ده مايكرو لكن ده هنا هايبودرمس هنا سوفت تيشو وفي النص فيه ماكرو مايكروسكوبيك فات طيب فدي لسه تبقى زي فات عادي هو ماينس اه بالظبط زي ميزنتريك فات زي السبكوتينيوس فات كلهم ده ماكروسكوبيك فات اسلم دكتور لو سمحت المايلو لايكوما دي هتبان مات وفيها حتت بيضاء اللي هي الفات برضه ممكن تبقى صعبه بالاسره صعبه دي ايه بقى بي سي او بنعرفها ازاي بايلاترال انلارج اوفرز في بريفرال سبسنتيمتريك فوليكلز اقل من 6 سم غالبا 7 8 ملي عدد كبير في ثيك سنترال دنس ستروما موضوع ال البوليسيستيك اوفر ده اوفر دايجنوز احيانا كتيره بالالترا ساوند وبيقولوا ان هو احيانا كتيرة النورمال اوفر تبقى منظرها كده لو العيانه دي ما بتشتكيش بتبقى بوليسيستيك اوفري نوت بوليسيستيك اوفري سيندروم يعني لازم السيندروم علشان نقوله ان هو كلينيكال ولا بلاتري ماشي على وفي فاريشنز كتيره في الغالب بيبقى البي سي او دولت بيبقوا جايين بأوليجو مينوريا او ديستربد منسترا سايكل ومعاهم هيرش تيزن في الغالب يانج فيميل اوبيز بتاع بيبقوا كمان
الليوتمازين هرمون عالي وحاجة، يعني لازم كلينيكال ولاب يبقوا كوريليتنج علشان تشخص بي سي او سندروم. لكن على كل حال هنا اللارج اوبرز ما بيبقاش فيهم في الغالب دوميننت فوليكل، الا لو العينه دي اندر تريتمنت في الغالب زي كلوميد وكده، بيبقى ساعات بيسموها اوفيولاتوري بي سي او، يعني هي عندها بي سي او بس خلاص ابتدت تتحسن وتعالج وتاخد ويحصل فيها اوفيوليشن. دي عيان عنده عيانة عندها 60 سنة عملت بايلاترال او عملت تهبس، يعني مثلا نقول سيرفايكال كانسر مثلا. هو ده اي في بي يعني ولا ايه؟ لا ده فلتر كمان، وعامل اي بي سي فلتر بالظبط. ده اسندنج ولا ده اسندنج؟ اسندنج ريفلكس يعني. اه بالظبط، هو ده الادلت ريفلكس. الادلت ريفلكس ودي كونتراكتد بلادر، في الغالب بيحصل الادلت ريفلكس ده يا اما نيوروجينيك بلادر، مثلا حد وقع على ظهره واتخبط وحصل خدع اكواين مثلا او حاجه، او مثلا راديو ثيرابي زي ما انا بقول الهيستوري ده عشان هي خدت راديو ثيرابي تحصل فايبروزس في البلادر، يبتدي يحصل ريفلكس. نفس الجريدنج بتاع الريفلكس بتاع الاطفال هو هو بتاع الادلت، بس الفكره ان الادلت في الغالب سبونتينيوسلي ريجريسيف، يعني بعد على 3 4 سنين الطفل بيبقى نورمال، اما في الادلت ده بيبقى ما هوش نورمال. 4 5 بالظبط نورمال. مع البريشر العالي نتيجه الكونتراكتد او سباستيك بلادر ده اللي بيخلي اليورين يحصل فيه ريفلكس. ده هنا لو قلنا هيبقى جريد كام؟ 4 3 يعني نقول 4 لانه مودريت دايلاتيشن. ماشي ايوه بالظبط، بلادر دايفرتيكلم بس فيها ايه؟ فيها سوفت تيشو نوديولز. خدوا بالكم من البلادر دايفرتيكلم مي كوز ميجوز ستونز، ممكن تتكون عليها ستونز تبقى، وممكن مع بسبب الكرونيك اريتيشن تو ديفلوب كارسينوما. تمام، حد شايف حاجة؟ ثانية في مرة واحدة بالظبط لاترالي ديسبليز، لاترالي ديسبليز يوريترز. في بقى ديفرنشال دايجنوزز بتاع ميديالي ديسبليز يوريترز وفي ديفرنشال دايجنوز بتاع لاترالي ديسبليز يوريترز. نقول لاترالي ديسبليز هنا اي ريتروبريتونيال ماس، ريتروبريتونيال لينفوما، ريتروبريتونيال لينف نودز، اورتيك انيوريزم، اي حاجه اي ريتروبريتونيال ماس ممكن تعمل كده. السوس ماسل هايبرتروفي ممكن تعمل لاترالي ديسبليز يوريترز في الابر يوريترز في الابدومين، وميديالي ديسبليز في اللور. ليه؟ علشان الدايركشن بتاعها، هي فوق هنا اليوريتر كان ميد كان لاترال ليها فتزقه، وبعد كده اليوريتر كروسنج ليها وهي بقت نازله رايحه تنسرت هنا فتزقه ميديال. فهمت قصدي؟ فعشان كده احيانا كتيره الماسكولار اللي هم اليونج ميلز مثلا ماسكولار كده تيجي تعمل له اي بي بي تلاقي ان اليوريتر شويه ديسبليسد لاترالي فوق شويه ميديالي على حسب الايه الماسل السوس شادو ماسل. اي ريتروبريتونيال بروسس ممكن تعمل القصه بتاعه اللاترالي ديسبليس يوريترز في الابدومين ده. طيب هنا ايه دي؟ مفيش تروما. فين الانجيومايلايبوما؟ انتوا قصدوا الحته دي يعني؟ دي شكلها سيست عادية، لكن طب اجنور دي. اجنور دي انا عامل انفوما بالظبط. بالظبط الانفوما الهيماتوما ايه اللي دخلت وعامله انكيزنج للرينال فيسل ودخلت لحد ما دي هي بيرينيفريك لينفوما. دي احد اشكال الانفوما اللي هي بتيجي ساعات بفوكال رينال ماس او بايلاترال مالتي فوكال رينال ماسز او بيرينيفريك الانفوما زي المنظر ده. تمام. طبعا لو معاها بالك لينفادينوباتي زي ما احنا شايفين هنا كده، لو معاها سبلينوميجالي وسبلينيك فوكال ليجنز كل دي تحبز الليمفوما. ده عيان عمل سي تي اليوم اللي قبليه وجاي النهارده بيعمل عشان جاي باك بين. في هوا كده في كتب الكيدني ولا ايه؟ لا بيرسيستنت نيفروجرام. لا انا حرايب بيرسيستنت بايلاترال بيرسيستنت نيفروجرام على الناحيتين. لا
ده يبقى ايه؟ ده كبيره قوي، ده ممكن رينال فين ترومبوز. رينال فين ترومبوز باي لاترال يعني لا كونتراست انديوسد نيفروباثي. الكونتراست انديوسد نيفروباثي هي الموست كومن كوز لباي لاترال persistent nephrogram بعد اي post contrast study، اللي هتفضل محوشة الصبغة فترة طويلة جدا bilateral enlarged kidney. ده نوع من الاكيوت tubular necrosis، بيحصل فيها نوع من الايه، من الاكيوت tubular necrosis بسبب النيفروتوكسيستي بتاعت الايه، بتاعت الصبغة، وهذا هو السبب في persistent nephrogram contrast induced nephropathy او contrast induced acute tubular necrosis. ها دي ايه؟ عيان عمل كوليكتومي من شهرين وجايب بانفكشن وفيفر وبتاع. شوفوا كده يورينوما ولا ايه؟ يورينوما جدع. ليه بقى يورينوما؟ ده ايرلي ستيج، في هنا كوليكشن عجيب، لكن في الديليت فيزز لقينا فيه ايه؟ بتمنا. عشان كده اي سسبكتد يورينوما لازم تاخد ديليت ايمجز، لازم تاخد delayed images for suspected urinoma لانها ممكن تبقى متاخر جدا. طيب دي ايه؟ بس الزانسو جرانيلوماتس دي بتيجي رين ستاج هورن ستون والكيدني كلها بايظه، ولا ايه رايك؟ ممكن تيجي ايوه ايه هي الشنسز وكنترول. اهم حاجه انا شخصها بالهايبو اتينويشن. في هايبو اتينويشن بس في كيدني حلوه تبقى ايه؟ ده فوكال تايب من، وفي احنا عارفين ان في الزانسو جرانيوم سبيلينوفايت ده ديفيوز فورم وفي الفوكال فورم. ده الفوكال فورم منها ستون وعامله حواليها فات ديبوزيشن او فاتي ماسز. عيان جايب هيماتوريا في فين؟ بالظبط في thickened wall with trabeculated suspecting cystitis، لكن في lateral الرايت lateral في small filling defect. لو انت شاكك بص على الايه post voiding، بص البوست voiding تبان جدا اليومينال defects. تمام يبقى دي ماس urinary bladder transitional cell carcinoma. طيب دي ايه؟ هو ده يوريتر؟ مش السيمينال بيز بقى، الباز ديفرنس كالسيفيكيشن بيرس كوز ايه؟ دايابيتس. كومنست كوز دايابيتس، يليه التي بي والشيستوزينيز، لكن الكومنست كوز دايابيتس فاز ديفرنس كالسيفيكيشن. ترانسفيرس رايت ادينكسل الترا ساوند ولا اندوميتريوما؟ بالضبط البابيلاري بروجكشنز ويز مالجنس بابيلاري سيروس سيستادينوما او سيستادينو كارسينوما. ايه سيستادينو كارسينوما بابيلاري سيروس نيوبلازم ميوسينس بتبقى مالتي لوكال، لكن البابيلاري بروجكشنز دي اكتر معنى. طيب دي ايه؟ انفيزيماتس بايلونيفرايتس ولا انفيزيماتس بايلايتس؟ وايه الفرق؟ بالظبط البايلايتس يعني في البلكس بس، اما البايلونيفرايتس يعني دخلت على الرينال بارينكيما، وهنا دخل على الرينال بارينكيما، فهنا طبعا تبقى انفيزيماتس بايلونيفرايتس ودي فيري ايمرجنسي. اما البايلايتس از مور ايه؟ بنايت. الانفيزيماتس بايلونيفرايتس دي بتحصل بقى ايه؟ دايابيتس. دايابيتس طبعا منكم ماشي يوستاف وايكولاي وحاجات دي. طيب سوري ده بيعمل علشان ليفت لاين بين، فعمل جاي يعمل نون كونتراست سي تي. تمام في في فوكال رينال ليجن وفي ديستورتد رينال بارينكيما، هي ديستورتد بسب كابسولار هيماتوما. اذا رينال ماس ورابشرد وعمل سب كابسولار هيماتوم هيماتوما، وهي دي اللي عملت اللاين بين دي انجيومايلايبوما او حتى ار سي سي ورابشرد ار سي سي، او لو احنا شايفين فات بس انا برضو مش متاكد دي فات. هي دي رينال سيل كارسينوما. لا السيست العاديه صعب انها ترابشر وتعمل سب كابسولار هيماتوما. هي كوينسيدنت يعني
يعني الثاني هي ار سي سي مبشره ومعاه سي سي. لا لا هي دي رينا السيل كارسينوما ومبشره وعامله سيل كابسولار هيماتوما معاه. ايوه ماشي ما نقصد كده بس دي سيست وحدها كده عادي يعني هو عنده. لا لا هي دي الارت فينوس. لا اللي تحت لا رايت ادينكسل عملنا نعمل ترانس فاجينال الترا ساوند لقينا في رايت ادينكسل البتاع دي قعدت تضحك جدا وتقول لي على فكره يا دكتور انا عملت الفحص ده قبل كده وقالوا لي انت عندك ورم على الميديت وكنت هخش العمليه اعمل اشيل الورم اللي على الميديت والحمد لله ان في اخر لحظه بيعملوا لي سونار على البطن اكتشفوا مفيش كيليا واكتشفوا دي كيليا وهي عارفه بس تختبرني يعني عارف العيان المصري اللي جاي يختبر الدكتور فدي برافو عليك تلف الكيني هنا العقل السليم ايه العقل ها ده مش عادي دي سيست بقى دي رينا دي ولا سوبرا رينا؟ سوبرا رينا لا رينا 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 سوبرا رينا ليه؟ احنا رينا طيب بالروي هنا 69 عيني ايه؟ ايوه في هنا بقى 72 في الايرلي وفي الديليت هي مش باينه عندكم بس هي كانت 70 هي يبقى دي ايه؟ الانهانسمنت انسيجنيفيكانت لانه يا دوبك 3 بس اقل من 20 اتش يبقى دي هيموراجيك سيست. طيب نخش على اللي بعديها دي ايه؟ سوبرا رينال. طب عملنا الروي لقيناه 48 في النون كونتراست نحن 8 طب عملنا ايه؟ لقيناها كام؟ 88. طيب وفي البوس وفي الديليت بقت 78 ايه رايكم؟ بوش اوت اقل من 60% ايوه دي سسبيشس بالظبط دي تطلع بقى ميتاستاسيس او ادرينو كورتيكال كارسينوما ما هياش الادينوما. ليه مش ادينوما يا رشا؟ ليه مش ليبيد بور ادينوما؟ عشان الوش اوت قليل. عارفين في حاجتين اسمها ابسوليوت وش اوت وفي حاجه اسمها ريليتيف وش اوت. الابسوليوت وش اوت لازم يبقى اكتر من 60% عشان نشخص ادينوما. طيب مين بقى اللي قلت لي هتنهي؟ لما تيجي لما تيجي الريليتيف وش اوت اقل من اكتر من 40% تبقى ادينوما. الابسوليوت اكتر من 60% هنا كمان لو الانهانسمنت اكتر من 30 ده برضه اكتر من 30 بالنسبه لايه؟ للاولين يعني 48 اخرها تبقى 78 لو اكتر من 30 ده سسبيشس برضه. هو يعني المفروض بقى الوش اوت ده كده ليزر يعني 88 بقت 78 يعني هتبقى كام؟ يعني ما حصلش وش اوت اصلا يعني يعتبر ما حصلش. الابسوليوت يا جماعه الابسوليوت وش اوت ان احنا بنعمل ايه؟ الابسوليوت وش اوت هو ايه الوش اوت اللي حصل؟ الوش اوت كانت 88 بقت 78 يبقى حصل وش اوت لكام؟ 10 بنطرح ده ناقص ده بس احنا بنحسبها من من ايه؟ بالمقارنه بين ايه؟ بين لو عملنا الريلاتيف يعني بنقول هي قلت 10 بالنسبه ل 88 فهمتوا قصدي؟ 10 بالنسبه ل 88 ده اسمه الايه؟ الريلاتيف. اما احنا بقى الابسوليوت مش كده، الابسوليوت تشوف هي اصلا حصل لها انهانسمنت قد ايه؟ يعني نقول 88 ناقص 48 يبقى هي انهانسد 40 بس هي ما حصلش انهانسد 88 لان ما ابتدتش من زيرو هي ابتدت من 48 يبقى كميه الانهانسمنت بتاعها قد ايه؟ 40. كميه الوش اوت كام؟ هيبقى 10 على ال 40 يبقى ده الابسوليوت وش اوت يبقى 25% تمام؟ لا اصل جميله انا متاكده حلوه حلوه. لا بص بص يا عمرو بص ما هو ماشي انا بقول لك بقى ان انا قريت كده بالظبط مش فيكروم سايتوما على الادينوما ان حتى لو الابسوليوت ووش اوت يعني ماشي مع ادينوما في وجود انهانسمنت اكتر من 75 يعني مش المفروض انها تعلى عن 75 هو ده اللي انا بقوله. انت تقصد الفاليو نفسها 75 ايوه او اكتر من 30 فرق زي ما شيما قال ده سسبيشس اكتر ماشي اكتر من 30 اكتر من 15 اكتر من كام؟ من 30 فرق؟ طيب ماشي تبقى سسبيشس لكن على كل حال هي الابسوليوت فاليوز از ليس اكيوريت عن الابسوليوت وش اوت فاليوز يعني انها تبقى 30 ولا بقت 50 ولا دي مش ما هياش لكن احنا بنحسب الوش اوت ريشيوز الريلاتيف وش اوت ريشيوز مور اكيوريت ايوه هو كده تمام او انهانسمنت مور ذان 80 ات اني
conscious faces. وصلت اكتر من 80 ايش بس مشيت تمانين ده اللي هو ايه الابسولوت فاليو ولا اللي هو الفعلي عند اي حد ده تبقى كده سسبيشس تمام تمام قلت ليه مش دي الساعه ولا ممكن اشوف دي تشوكليت زيست اندوميتريوما تمام اللي هو الايه اللي بيسموه جراوند جلاس او حتى بيتو في الام ار اي بيسموه شيدنج تي تو شيدنج تمام ما تنفعش هيموراجيك يعني لا هي دي اندوميتريوتيك الهيموراجيك بتيجي بالايه بيسموها الفيش نت ابييرنس اه بيسموها الفيش نت ابييرنس لا انت شبه الشبكه سيتيتد يعني مالتيبل سيتيتد بارابنت كومبليكيتد سيستم لا دي بره كني خالص يا جينا حاجه في الكاستر بي حاجه ولا حلو انفينوتس جدع لو قلت لك ده 40 سنه مين لينفوم تيستيكولار بارا جدع اه اورتيكولار 40 سنه ميل جاي بالك ليمفادينوباثي عند الليفت رينال هاي سسبكت جدا ليفت تيستيكولار مالينسي سيمينوما تيل بروفد اذروايز اي تمام طيب ايوه بالظبط الاير ده انا جايبه لكم علشان حد يقول لي انفيزيما السيستايتس فسقطه على طول اول حاجه ده مش انفيزيما السيستايتس لان ده فري اير فري اير في اليومن ما هوش في الوول فري اير في اليومن الموست كومن كوز من 1 ل 10 بريفيوس انسترومنتيشن ريسنت كاتيتر بليسمنت ده فعلا كان ريسنت كاتيتر ده مش الانفيزيما السيستايتس طيب فيستولا لو في بقى حاجه تانية يعني لو جايب لك مثلا دايفرتيكولايتس زي ما قلنا او حاجه او مالجنت او بتاع لكن الفيرست كوز هو الريسنت انسترومنتيشن مالتي لوكولار سيست فوق جدع مالتي لوكولار سيست ادي لوكيول وادي لوكيول بتتميز بحاجه مهمه جدا انسينويتنج او برولابسنج انتو ذا رينال بلفس برولابسنج انتو ذا رينال بلفس في حاجه هنا برضه الانكيزمنت ده الليمفوم هو مين اللي بيرجع لورا ويطلع لورا الفايبروزس بتلاقي الاورطه لازق في 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 السباين اه لكن الليمفوما والجيرم سيل ميتاستاسيس برضه بلاستر اللي بيبلاستر هو الفايبروز اما اللي بيليفيت الاورطه فروم ذا سباين ده الليمفوما ده في ميل جايه بانفيرتيليتي عمل ترانس فاجينال التراساوند فور انفيرتيليتي هيدروسالبين تيوبولار كلير فلويد كولكشن ده فالوبيان تيوب انلارجمنت وفيها انكومبليت سيبتا ساين ساعات يسموه كوب ويل بتبقى شعاب تيوبوليتد كده كونفليوتد ده هيدروسالبين ما ينفعش ابسس تيوبولار ابسس ليه عشان بيبقى تربل على كده كتير وبيبقى سيكند وول و وهي اصلا جايه عشان انفيرتيليتي مش عشان فيفر وبين و طيب ده اليوريتر اليورينري بلادر كلها نازله لو ده فلور ديستان ده سيس تو سيل وعامل بايلاترال هايدرونفروز وهايدرونيوريتر نتيجه للستريتشنج بتاعنا حد يشوف اليوريتر سيل وعمال يقول الجولدن بتاع ساجيتال كمان ما جابش ساجيتال عامل ايه يعني واليوترس على فكره كمان كان مصدر يعني ده مش باين هنا كده يعني ده باين ان في هرنيا نازله هو الحاجه الوحيده اللي ممكن يقول لي حد يقول لي ده ينفع هرنيا بس الهرنيا بتبقى هنا لكن ده ميد لاين ميد لاين تبقى سيستو سي هو ده سيستو يوريترو مش يعني واليوتران كمان سيستو اليورين بلادر واليوترس في شان ستون فوق ده في النون كونتراست او في الايرلي كونتراست وده في الليت اه ده ترانزيشنال سيل كارسينوما اوف ذا يوريتر جوبلت جوبلت في اكسيا جوبلت 5 بي اصلا يا جماعه في سوفت تيشو ثيكنينج في اليوريتر اهو اه
ايوه هي فين الستون اصلا؟ شايف الستون؟ ايوه هي فاكره الابيض هو الستون هو الابيض ده ده الديلي ده الديلي ده اليوريتر مالي اهو وادي ده اليوريتر مالي في هنا سوفت تيش اهو رجعنا بس معلش مش لسه ضربه فوق مش تروما اكسترا اكسترا مش رايح ما اعرفش مولر توث ستريك لايك اي ديفايند دنسيتيز موجوده تحت خالص وبتوصل للبريتونيوم لكن دي ده البريتونيال ريفليكشنز اهي بتبقى طالعه وتوصل لحد الباراكوليك جاترز فيري ويل ديفايند ايدج بتاع الايه الانترا بريتونيال اما الثانيه هوريها لكم بعد شويه دي فيري ويل ديفايند ايدج ده انترا بريتونيال ده متحوط بالبريتونيوم لا عليك البلادر اهي البلادر اهي ودي الاسطره جواها شغله هيماتوما جاع ده سوس هيماتوما العين ده السوس ماسل والريكتس ابدومينس ماسل فيري كومن انه يحصل فيهم انترا ماسكولار هيماتوماز في العينين اللي عندهم كواجلوباثي والعينين اللي بياخدوا ماريفان وماشيين عليها العينين الكاردياك اللي مغير فالف واللي مش عارف ايه بيجي لهم ساعات انترا ماسكولار سبونتينيوس هيماتوما بالذات في السوس والريكتس ابدومينس برافو يا ممدوح برضه لا راح سيمينوما طب ده واحد عنده 60 سنه جرانيلوما از اكسبتد ديفرنشال بس بتبقى سمول هيماتوم كالسيفايد لا لا ما فيش تروما ولا في بتاع هو ال 60 سنه دايما معرفيا تستس بتيجي ايوه بالظبط ال 60 سنه ده بتاع الديفيوز لانلارجد هايبوكويك تستس بتاع التستيكولار ليمفوما تمام اما السيمينوما بتيجي في 30 40 سنه صح اما مثلا النون سيمينوماتوس جيمسل تيومرز اللي زي مثلا سيرتولي لايد تيومر بيجي في كورس كالسيفيكيشن بس بيجي في سن 10 سنين يعني ده لو 10 يبقى ده ايه بقى ده بقى حاجه اسمها بيرنت اوت تيومر بيرنت اوت يعني زي ما يقولوا ايه حرق نفسي يعني كده يعني هو كان عنده سيمينوما وسيلف كده يعني ليميتد فيري يعني اندلنت كورس وحصل عليها اون توب اوف توب حصل عليها كالسيفيكيشنز فيسموه بيرنت اوت تيومر بتبقى اولد سيمينوما نيجليكتد او انوتسد وحصل عليها كالسيفيكيشنز والى حد ما سيلف تريتد هل معنى كده ان هو اكسكلودنج فايبل ريزيديوال تيومر تيشو لا عشان كده لازم حتى لو انت شاكك ده بيرنت اوت تيومر لازم تعمل سي تي ستيجنج تشيست ابدومن فيلبس وتاخد بايوبسي تشوف في فايبل تيومر تيشو ولا لا لان لو في فايبل تيومر تيشو هتحتاج برضه تعمل اوكي في واحد عنده سيمينوما ديفرنشال نعم الجرانيلوما تمشي بس بتبقى سمولر عن كده بالذات في الحتة اللي انديميك فيها التي بي وكده اه ممكن تي بي يعني حاجه زي كده طيب ها تاني اللعبه بتاعت السوبرا رينال تاني الروي هنا قال 38 في النون كونتراست نحقن حققنا لقينا 130 في الايرلي و58 في الليل حصل وش اوت عالي حصل وش اوت كام مش اوت كويس بس كتير برضه يعني 30 ل 58 يعني 70 يعني معنى كده ايه ادينوما لا دي مستحيل ادينوما عشان ال 130 ما ينفعش ادينوما في 130 ايوه ما ينفعش تبقى ادينوما في 130 امال ايه بقى في كروموسايتوم هي دي لو لقيتها دي خلاف قاعده الادينوما حصل رغم ان حصل وش اوت ممكن نقول انها ادينوما بس ما فيش ادينوما تعدي ال 120
لو عندك ال 120 في الايرلي انهانسمنت بالذات دي في الكروموسايتوم ده استثناء للقاعده بتاعه الوش اوت تمام. فدي في كروموسايتوما لانها 130 اللي عندها بيجي ايبيسوديك ايه هايبرتنشن. لو عدت ال 120 يبقى نشك انها مش شك انها في كروموسايتوما حتى لو عملت وش اوت. طيب بايلاترال ايه بقى؟ حقيقي ولا فوق؟ لا حقيقي يعني مش تودو يوريتروسيل مش يوريتروسيل بس متاكدين؟ لا لا يوريتروسيل بايلاترال سمبل يوريتروسيل ترو يوريتروسيل بايلاترال سمبل ليه مش متاكد؟ ليه مش سمبل؟ يعني ليه قلنا سمبل؟ سمبل حلو لا ما هو سين هالو ده عشان كده هو ترو سمبل يعني مش اكتوبيك يوريتروسيل في سمبل في اكتوبيك يوريتروسيل عشان فتح في النورمال اترايك سمبل مش اكتوبيك يعني هي سمبل دي عكس اكتوبيك ده حاجه في الصوص ار سي سي كبير قوي لا دي حاجه في الصوص رايت صوص دي حوالين الصوص ده اسمه لا ثانيه واحده في حاجه عامله داخله على انت مش قلت مش قلت اي حاجه ريتروسايكل انا عارفه كل حاجه اي حاجه فات كونتيننج انا قلت ميه فات كونتيننج ريتروسايكل حاجه في الاي بي انت قلت كده ايفن ان ذا ابسنس حتى انها دي ديفرنشيت لكن ايه دور على اي حته فيها فات تبقى لايتوساركوما ما لقيتش سجست حتى انها دي ديفرنشيت لايتوساركوما انت سجست طيب وايه الحاجات دي بقى الليف نود اللي بره نيوروفايبروما تبقى دي نيوروفايبروماتوز اكسفير نيوروفايبروماتوز انا بتاع نيوروفايبروماتوز استنى يا باشا هنصور الحاله دي مالتيبل نيوروفايبروماز ودي كليكسيفورم نيوروفايبروماز اول ما حطوها اكسفورم ايه نيرف ما هي من النيرف ما هي من النيرفات بتطلع لا ما هي بتطلع ماشي من النيرف بس بتبروجكت في اي حته بقى هنا طلعت من مثلا لمبر نيرف بتاع لكن في الاخر عملت ماس هي الفليكس فورم دي طالعه من النيرف بس في الاخر هي ماس يا ريت الاورجانيزم ما يعيش كده ممكن بس يعني لن تفسر بدي ما اسف كنت نسيت النيوروفايبرومادوز دايما الجروب بتاعها في السبكوتينيوس يعني دور على اي سبكوتينيوس مديول كده هتلاقي نيوروفايبروماتوما سوري هو احنا بنجري ولا ايه ده 70 سنه ميل ويز نون كيس اوف لونج ستاندنج روماتويد ارثرايتس اون تريتمنت بياخد ستيرويد وعنده بابيلر نيكروزيس صح في سلافينج في البابيلا فين السلافينج انا مش لا هو في عبيره فوق الرايت كيدني في الرايت فين انت شايف الشاشه فوق الرايت كيدني هو بتاع الرايت كده صح في كالسيفيك شادو هنا بس انا مش عارف هو ايه يبقى توب ماشي هو ده مش فاهم في حاجه في الكالسيفيك حاجه تحت انا يعني كالسيس شايفها طبيعيه بس هي استريتشد جدا صح البلفي كالسيال سيستم از استريتشد وثند والونجيتد ايه عندنا احتمالين لهذا المنظر هو بياخد بيس اللي بيعمل استريتشنج مش بتاع الدكتره لا البوليسيستيك بوليسيستيك كيدني لا كانت حاسه ده بيعمل ميزوس فيكسيت بوليسيستيك كيدني بيبقى سبايدر ليج ديفورميتي يسموها بتبقى سبلاينج للايفكت اللي بيعمل ستريتشنج للبلفيك كالسيال سيستم حاجتين بيلي بلفيك سيست وساينس لايكوماتوزز هنا العيان ده بياخد ستيرويدز زي ما وسام قال فبيعمل ساينس لايكوماتوزز وتحس ان في هايبو دنسيتي كده فيها بس يعني حتى ما يعني الساينس هو الدنسيتي الايه الدنسيتي نفس الكلام ما انا هجيبه لك كمان شويه ايه بعد ار سي سي تي سي سي فين لا هو ده مش ميجا لا هو في ستريكشر في اللور يوريتال فعلا في الليفت لور يوريتال لا لا ستريكشر والسبب وهو اللي عامل هايدرونفروزز ستريكشر وعامل ستاندنج اب للكونتراست كولون وعامل هايدرونفروزز الستريكشر ده هل نقدر نقول ده بناين ولا مالجننت بالاي بي بي المالجننت على حسب او ستون هل نقدر نقول ده ستون ولا ستون هتاكس بس بالظبط الستون الستون بتبقى منسكس لايك فيلينج ديفكت وديستال وديستال في سباز
هنا ما هوش منسكال لاين، ده هنا يعني تيبرينج شويه، ممكن يكون بلاين ومالجنز وما نقدرش نحلف بال اي في بي، وان كان لو لقيته برضو الريجلر وبتاع والشغل ده يبقى مالجننت ما كانش يبقى بلاين. هنا ده هنا ده كان مالجننت على ما اذكر، لكن ما هوش المشكله. المهم انك تقول ان ده يوريتيريك ستريكشر تمام، وهتعمل بقى ايه سي تي هتشوف فيه يوريثيريال ثيكنينج وبريوريثرال بريوريثرال انفلتريشن ولا لا. طب معلش ما تعملش الاوسط، طيب نعمل ام ار اي احسن يعني عشان نشوف ام ار يو يعني بقى تقصدي ولا ايه؟ لا ام ار اي عشان نشوف. طب احنا نفس السيت ده ممكن لو العين موجود عندك اهو خد ليت. بس ايه اللي بيعمل المنظر ده؟ في اللي هو الاي بي سي ده ريترو كيفال يوريتر الفيش هوك ابيرنس ده، ده بيعمل مايلد رايت هايدرونفروزز ريترو كيفال رايت يوريتر تمام. ده بقى هو ده الميجا، ده بقى البرايمري ميجا يوريتر اللي شبه الاكاليزيا بس في اليوريتر. ولو تلاحظوا احيانا يعني بيبقى اليوريتريك دايلاتيشن اكتر بكتير من الايه بلفيكال سيستم دايلاتيشن، ممكن يبقى اصلا يبقى نورمال وممكن يبقى معاهم كمان برايمري ميجا كاريكوزز، بس يعني هنا في الحاله دي مفيش. مالتيبل يوريتريك فيلينج ديفيكس صح، ممكن يوريتريك سيستم انفيزيبل. لا ده مش اير يعني، ده فيلينج ديفيكس جوه وما هوش ديبندنت، لكن هنا ده عامل هايدرونفروزز عنيف شويه. ده كانت حاله ترانزيشنال سيل كارسينوما مالتي فوكال. ما في مالتي فوكال، مالتي فوكال ترانزيشنال سيل كارسينوما اه ما اليوريترايت سيستيكا هوريها لكم دلوقتي. الاول ده ايه جوبلت اه بالظبط، ده بقى جوبلت ساين، ساعات يسموه مش عارف شامبين ساين، ساعات يسموه مش عارف حاجات كده. المهم في الاخر ان في فيلينج ديفكت في اليوريتر، وان في ديستالي مفيش لا سباز ولا حاجه، وفي دايلاتيشن فوق وتحتيه، ده اسمه جوبلت ساين، ده ترانزيشنال سيل كارسينوما اوف ذا يوريتر. طيب ده ايه؟ يوريترايتس دي ولا ايه ده؟ ده في مصر يعني؟ لا لا في ايوه بالظبط، في فيلينج ديفكت في اليورينري بلادر انفلتريتنج الفيزايكولوتيريك جانكشن، هي دي اللي عامله النارونج للفيزايكولوتيريك جانكشن للرايت لور يوريتر، وفي مايلد بروكسيمال رايت هايدرو ديفروز. بصوا هنا بص هنا بص 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 الوول بتاع البلادر هنا سموث ازاي، وبص هنا الوول عامل ازاي. اه يبقى في ماس هنا. اشمعنى فوكال سيستايتس يعني هنا؟ بقيه اليورينيا بلادر سموث خالص. دي بقى ايه؟ انفيزيمتس. دي بتيجي اكتر حاجه في ايه؟ في اول دايابيتس. او سايكلوفوسفامايد. سايكلوفوسفامايد يعمل اكتر هيموراجيك سيستايتس. لكن الانفيزيمتس دي بيبقى في الغالب دايابيتيك بيشنت جاله انفكشن غالبا بايه؟ ايكولاي ولا كان بروتيس؟ ايكولاي تاني مش كده؟ بروتيس دي فوق. البروتيس دي اللي كانت بتعمل الايه؟ زانسو جرانيولوم تسبيل بالظبط. لا ده لا ده اللي هو اللي داخله في الكوبر ده. ده هنا في استريكشر في اليوريثرا وده باك فلو على الكوبروزيل. لا مش مشكله، لكن هي هنا ده الاستريكشر في اليوريثرا. الموست كومن كوز للاستريكشر في اليوريثرا ايه؟ الايه؟ تراكم السر يعني فوت باسج من كاتيترايزيشن. ممكن انفكشن زي ايه؟ جونوكوكل. جونوكوكل بيجي انتيريور يوريثرا. ممكن تروماتيك زي الايه؟ زي الاسترادل انجري. بيجي اكتر فين؟ بوستيريز. ده بقى ايه؟ شايفين الفرق ما بينهم؟ ده ستريك لايك ستريكس ال ديفايند كونتراست ستريكج واصل لحد البيرتونيه من تحت. ده اكسترا بيرتونيال رابشر. الثاني كان واخد شبه الثاني رايح للبيرتونيه وفوق طالع على فوق كانه اسايد. كانه اسايد بالظبط. اكسترا بيرتونيال رابشر ممكن يجي في الانترا بيرتونيال، ده يجي في الباراكوليك جاترز وبتاع. ايه ده لسه هقول لك مشاكل. ده هي مايكورديا سبتيت. طيب تقدر تفرق؟ دي شكلها مايكورديا سبتيت. دي سبتيت. لا دي مايكورديا. دي كانت بايكورنوت فعلا. ومعاها كيوبر بلوك على الرايت فعلا. ودي بايكورنوت يونيكولز. ها؟
حتى داخل بقسطره واحده اهو بكانيولا واحده. لا هقول لك دلوقتي تنسو دايليفس اللي هو دايليفس ده للتو فاجينا حتى بالفاجينا. اما في لكن لو فاجينا واحده وتو سيرفيسز وتو يوتراين هولز دي بايكونت بايكولز يبقى في بايكونت بايكولز في يوتراين دايليفس. دايليفس ده اللي هو الايه كومبليت دوبليكيشن. حد تقول ان في اثنين اندوميتريال كافيتيز صح؟ الايه؟ هنا بتقول طبعا في تو اندوميتريال هولز تو اندوميتريال كافيتيز سيبريتد باي كليفت. الديفرنشال طبعا بتاعها سيبتيت والديفرنشال مقبول بالهيسترو. احنا اتفقنا ما بينهم ما بين عامه دولت ما بين عامه اليوتراين انوماليز يعتمد على حاجتين الاندوميتريال كانال شكلها ايه والالتر كونتور شكله ايه. تمام الاوتر كونتور نورمال والاندوميتريال كافيتي فيه بس فاندال اندنتيشن يبقى اسمها ايه اركويد يوترس وده فاريت يعني ده اناتوميكال فاريت لا بيعمل لا ابورشن ولا بيعمل اي حاجه خالص. تمام تمام لو لقينا بقى ان الاندوميتريال كمان بقت اندنتد زياده اكتر من حوالي انا ما اذكر تقريبا 3 او 4 سنتي من الفاندس يعني ان بقى في اندنتيشن للفاندس جامد من جوه ده بالاندوميتريا كنال اللي هو هيبان هنا في الهيسترو نبص على الايه على الفاندل كونتور من بره ده ممكن ما نقدرش نعرفه بالايه بالهيسترو عشان احنا عاملين جوه اليومن بس لكن بالالترا ساوند بذات ال 3 دي الترا ساوند او بالام ار اي بنشوف الاندوميتريا كنال وبنشوف الاوتر كونتور. لو لقينا الاوتر كونتور نورمال يبقى ده سيبتيت لو لقيناك كليفتد يبقى ده بايكونت. طيب يعني معنى كده ما نقدرش نفرق خالص بال لو الانجل كبير اه بالظبط على حسب الانجل اللي ما بين الهولز وعلى حسب المسافه اللي ما بينهم. لو الانجل كبيره والمسافه بالتالي اللي ما بين الهولز ديستال اسبيكت بتاعت الهولز كبيره يبقى ده بايكونت. لو الانجل صغيره والمسافه قليله يبقى ده سيبتيت. صغيره وكبيره ازاي يعني قد ايه؟ ناس قالت لك اقل من 75 تبقى سيبتيت اكتر من 90 تبقى باي كورنر. والمسافه قد ايه اللي هي الانتر كورنوال ديستنس قالوا اقل من 4 سم في الغالب برضو تبقى سيبتيت اكتر تبقى اكتر ايه باي كورنوميت. الحاجات دي ديفرنشيشن بالهيسترو يعني الى حد ما ممكن يبقى صعب وممكن تسجست بالحاجتين اللي انا قلتهم لكم دول. لو ما عرفتش اعمل 3 دي الترا ساوند او ام ار اي تشوف الايه الاكسترنال يوتراين كونتور عامل ازاي. لو كليفتد يبقى باي كورنوميت لو هو ثابت يبقى ايه سيبتيت. ولو سيبتا مش وصل حتى تحت خالص عادي يسموها سب سيبتيت مش مشكله سيبتيت من سب سيبتيت يعني. فاضل لنا حاجه هقولها لكم بعد شويه. مفيش عليك بالظبط الايه شوف الايه انا محتاجين الدليل عشان نتاكد ماشي مفيش مشكله بس يعني شكلها مش زي الناحيه الثانيه مش مشكله. دي ايه بقى سيبتيت اه بالظبط في تو هورنز اهم لكن الاوتر كونتور نورمال يبقى ده سيبتيت يوترس. السيبتيت اخطر ولا البايكورنوس؟ السيبتيت يعمل ابورشن اكتر من البايكورنوس لانه فايبرس باند بالظبط فايبرس باند فبيمنع الامبلانتيشن. اما البايكورنوس دولت بيحصل بريجننسي على وان على وان على وان هور تمام وخلاص وعادي مفيش مشكله فيه خالص. ساعات بيبقوا تو هورنز في منهم واحد يبقى نون كوميونيكيتنج لكن احيانا كتيره بيبقوا ايه كوميونيكيتنج هورنز. طيب ده كمان كان سيبتيت يوترس ومعاه رينال اجينيسيس. ده فيري كومن الموليريا دكت انومالي مع مع الايه مع الرينال انوماليز فيري كومن. لو شفت اي رينال انومالي فكر في جينيتال انومالي. لو شفت موليريا دكت انومالي فكر في رينال. لازم الاثنين بيبقوا اسوشيتد مع بعض وليها سندروم كده اسمه ايه روكيتانيسكي كوستر هاوسر ماير سندروم. مش مهم خالص مش مهم مش مشكله في الاخر هم اسوشيتد ببعض. ده غير الهاردلر دبليو في حاجه ثانيه انا بس لا لا دي هلاوس ده ايه بقى ده دايليفس حتى اضطر يخش باثنين كانيولا عشان يكانيوليت البوستر فيزيز يبقى ده دايليفس كومبليت. بس ممكن برضه يبقى باي كورنيت باي كولبس ممكن بس هنا واضح الفرق ما بين التو كانيولي شكلهم كل واحد فيهم في تو فاجاين. ده ام ار بقى او باي كورنت باي كورنت لا لا ده يوني هو ما دخل في واحده والثانيه او ممكن صح يعني ده ايه شكله بقى ممكن طب يعني مش عليها ايه
لا هي دي يعني لو كان عايزك بايكونه كان هجيب لك الاثنين زي ما انا معاملها في اللي فاتت دي، لكن هو لو جاب واحده هنا حتى لو هو اللي انا شايفه دلوقتي ده وان هول يعني كان حتى لو في هول ده حتى هو ده يونيكورن بالغالب لو في ابسنت هول لو في الغالب في ابسنت هول بيبقى في الغالب ابسنت ابسي لاترال كده الغالب. احنا دخلنا هو كومبليت دوبليكيشن بس احنا دخلنا في ايوه انا فاهم قصدك هو ممكن يعني بس يعني اللي انا شايفه قدامي دلوقتي هو هول ده ايه بقى رشد ده في شيء ده بتاعك انت يا رشد دي اس دي اس يعني هي اتعرضت لدي اس يعني لا دي سيلسترول امها اتعرضت وهي حامل فيها يعني دي اس ان يوترو اكسبوجر دي اس ان يوترو دي اس ان يوترو اكسبوجر. في ناس بتقول كمان في ناس كمان بتقول ممكن يكون حاجه تانية الديفرنشال بتاعه التي بي التي بي ساعات بيقولوا بيعمل كده ماشي خلينا بس دي ايه في الاخر دي اس اكسبوجر دي تي شيب يوترس ديو تو انيوترو اكسبوجر تو دي اي اس. لو قال لك قول لي ديفرنشال هقول له تي بي تمام ماشرمان بيحن ومش راضي يبان حاجه. ممكن يجي ان هو اليوترس ملا بس في الريجولار فيلينج ديفكس برضه اشرمان تمام. دي بقى سالبنجايتس از ميكاني دوز نودوزا مالتيبل نوديولز عند الايه الازمس اوف ذا فالوبيان تيوب انفيكشن بتعمل برضه انفيرتيلي في اي دي اه وبتعمل انفيرتيلي برضه. ها يلا ولا دي انجي مايلا بوم انجي مايلا بوم بايلاترال بايلاترال يبقى افكر فيه تيوبرس اوامس في الليفر بالظبط. هي مش باين يعني هنا في يمكن حاجه صغيره في الليفر مش باينه قوي لكن على كل حال خدتوا بالكم ان في مش باينه هنا. طب خلاص خليها اللي جايه مش مشكله. دي ايه بقى سانسو جرانيولوفس اه اسمه الساين ده ايه بقى رشا زانسو جرانيولوماتوس سبيلينوفرايتس وبيسموها الايه لا الساين اللي هو بتاع الرجل بتاع النمب ده كان اسمه ايه ايوه فوق لا كان اسمه ايه وسام هي دي بقى البابيلاري ابنورمال شيبد وكلابد وبالوند وفي هنا كمان اكسترا بابيلاري اللي هو بيسموها جولف تري او جولف جولف هول مش عارف ايه حاجات كده. كل ده دي اسمها بابيلاري نيكروزز. بابيلاري نيكروز اكيد بابيلاري نيكروز هي ديفرنشال طويل سيكل سيل دايبيتس انالجيزكس نيفروباثي تمام. في حاجه بقى لا الواعي دي تدخل هي في الاول بيحصل كده بيحصل الاول انها تبقى كونتين يعني لا في الاول ممكن يحصل كده ممكن يبقى المنظر ده اللي هو كلابد كاليتيز وابنورمال كاليتيز وممكن تيجي بالمنظر ده وممكن بعد كده دي تبقى سلافد وتيجي هنا بفيلينج ديفكت بقى تقع في البلبس بقى دايما يقول لك سلافد بقى الايه فيها اوفرلاين لا الثانيه في تلوبيليشن كونجنتال في تلوبيليشن كلابستر لوبستر كلو لوبستر كلو اسماء بقى ما انزل الله بايلاترال لينفانجكتيزيا فلويد الليمفاتيك فلويد مع حائط الكيدنز على الناحيتين بيحصل الادهانشستر بيجي سوفت تيشوز اكتر منها الليمفانجكتيزيا اما الادهانشستر بيري نيفريك سوفت تيشو انفلتريشن ممكن يتفاعل او دي اونكوسايتوماس بايلاترال احيانا تيجي بايلاترال ده نادر السبوك ويل بس خدوا بالكم بقى من حاجه يقول لك الاونكوسايتوما بتتميز بالستيليت سكار لكن ما هياش موجوده في كل الحالات في الار سي سي نعم لازم بالظبط عشان كده لازم تتشال حتى لو انت قلت له انها لايكلي اونكوسايتوما فور سيرجيكال ريسكشن برضه هيشيلها ويحللها يقول لك الاونكوسايتوما از ريتروسبكتيف دايجنوس يعني نحل يعني نعرفه بعد ما نشيلها نقول اه والله كانت ريكتر لكن تسيبها وتقول لك والله ده اونكوسايتوما وتطلع في الاخر ار سي سي لا انا تعبت هنا بايه
نعم بالسليتس كور. وادي الانجيو بتاعها ده السكوف ويل ابييرنس. كان في حاله يمكن ورجع لكم في الانجيو بس كان سوبر رينو سوبر رينو لا هقول لك كان واحده من السوبر رينو. واحده من السوبر رينو ماشي. لكالسيفايد مش عارف ايه دي اشي سي بقى. طيب طب ايه دي هيستوري؟ دي نفس الحاله بوتي كيدني تي بي بوتي اوتو هي بس انا جبت صوره يعني مش واضحه وصوره اوضح شويه. ساعات بتبقى كيدني اتروفايد وسمول وديسلي كالسيفايد يسموها ايه بوتي كيدني اوتو نيفريكتومي. ساعات يسموها زي الاوتوسبلينكتوم بتاعت السيكليك سيلكت ده تي بي. ساعات كمان التي بي يعمل كمان بقى يوريتيريك كالسيفيكيشنز اب تو ان هو يوصل لحد الايه اليورينري بلادر. اما الشيفت بيزز استندنج يبتدي يوريتيري بلادر كالسيفيكيشن ممكن يبقى معاها يوريتيريك كالسيفيكيشنز. لاترالي ديسبليسد بيلفيك يوريتوس دير دروب بلادر يبقى ايه افكر فكر لو تروما هيماتوما. بس بص على الفراكشنز هنا شكل مفيش فراكشنز ولا حاجه. طيب يبقى تفكر في ايه كمان؟ لايبوماتوزس بيلفيك لايبوماتوزس مهم جدا. وممكن حاجه كمان ايه ماسس لينف نودز اي ماسس ممكن بسبب الاسترتشنج بتاع اليورينري بلادر وتغير برضه الايه الفايكروتيريك جانكشن بتبقى استرتش. فدي ده الديفرنشال بتاع البير شيبد بلادر. طيب بايلاترال نيفروكالسينوزس في ثلاث اسباب يمثلوا 95% من الكوزز. هايبر باراتال كومينس بدل ريسبونس وميك اكل رينال كيوبلر اسيدوزز اللي هو ديستال تايب او تايب 2 من الرينال كيوبلر اسيدوز. الثلاثه دول لوحدهم حوالي 95% من الحالات. لو طفل رينال كيوبلر لو طفل بالظبط. الميدالا ريسبونج كيدني تتميز بحاجه عنهم شويه. قول لي يا ثمن الرينال كيوبلر اسيدوزز التايب 2 او ديستال تايب. الميدالا ريسبونج كيدني بتتميز بحاجه عنهم زياده بالاي في بي. لكن بالبي او تي كمان تلاقي ان فيها كمان مالتيبل سمول ستونز. يعني ايه؟ يعني النيفروكالسينوزز مالتيبل تايني كالسيفيكيشنز في المظله في الغالب. لو لقيت كمان فيها سايزابل ستونز على الناحيتين شك في ميدالا ريسبونج كيدني. تعمل اي في بي تلاقي بقى الايه؟ التوث براش اهو اظن ده هو ده اهو. دي ميدالري سبونج كيدني ممكن تيجي يونيلاترال ممكن تيجي بايلاترال. بس يعني لو لقيتها يونيلاترال ماشي هبقى ارجع لك بس يبقى دي قلنا ميدالري سبونج كيدني. دي ايه بقى؟ كالسيوم دايجستيكال بالظبط نفس اللي احنا كنا شفناها من شويه بس ممكن تكون من غير ميك اوف كالسيوم. لا ما عدنيش على فكره ممكن انت شبه النيوروفايبر ممكن تكون ميك اوف كالسيوم. لو انت شفتها في البي او تي لقيت فيها كالسيفيكيشن ممكن ما تبقاش فيها خالص وتبان بس في البوست كونتراست في الاي بي بي تبقى دي برضه ايه كالسيوم. بوضح بساعه ان انا ما يلا دي ايه؟ لا دي هي جاردنر يا نابوثيان يا نابوثيان يا بارتولين. يعني ايه عارف؟ هي بيلفيك سيست يعني. لا دي استنى البارتولين سيست بتيجي النابوثيان سيست بتيجي سيرفايكل دي مش سيرفكس دي فاجاين. يبقى عندنا حاجه اسمها جاردنر وعندنا حاجه اسمها بارتولين. الجاردنر بتيجي انتيريور او انترولاترال والبارتولين بتيجي بوستيريور. دي انترولاترال تبقى جاردنر بس كده. البارتولين سيست سيرفايكل سيست. احنا هنا في الفاجاينا الفاجاينا فيها اثنين سيست. سوري النابوثيان انا قصدي النابوثيان في السيرفايكل. اما الجارتنر والبارتولين دولت فاجاينا. الجارتنر بتيجي انتيريور ولاترال البارتولين بتيجي بوستيريور. بارتولين بوستيريور ايوه بارتولين بوستيريور بارتولين مش بارتولين. طيب دي ايه؟ دايفرتيكال جارتنر يوريثرال دايفرتيكال يوريثرال دايفرتيكال.
دي ايه؟ ابيدرمايت بالظبط. برافو يا شيخ. لا ايه؟ لا دي ابيدرمايت بتيجي اكتر حاجه من حاجه اسمها اونيون. ده اونيون على حسب نوع البصل، لكن هو ده اونيون بره. اونيون ده ايه؟ مايكرو يعني دي الاكيد بتاعتها حصل خير. ده احنا في دي 1 عندنا احتمالين، يا هيموراجيك اندوميتريوم بالظبط، هي يا هيموراجيك سيست او اندوميتريوما يعني، يا اما ديرمويد. نعمل فات سيل، الفات سبريزد تبقى ديرمويد، مش سبريزد تبقى اندوميتريوم. هي ايه سبريزد بالفات، وهنا بالسونار باينه جدا شكلها بتاعت الايه اندوميتريوم. ده في تل بقى في تل سبريزد تبقى ديرمويد، مش عارف لو سبريزد تبقى ديرمويد لان فيها فات. طب ازاي السونار اندوميتريوم؟ سوري احنا فين ده تي 2 يا جدعان؟ ده مش ده تي 2، هي بتبقى لو في التي 2 ماشي، وده اللي هو الايه السونار بتاعها الشكل اللي احنا لسه شايفينه بصوره من شويه اللي هو الشيدنج او الجراوند جلاس. ده دي اندوميتريوم، لا ده تي 2 تي 2 عادي. هذه ايه لقينا معاها دينكس الماس سودو ديسيجيوس. انا بقول لك انا لقينا معاها دينكس الماس، يبقى دي سودو سودو ساس سودو ستيشنال ساس، هي بتبقى فيري سمول وكولابس. هجيب لك جنبها اكتوبيك بالسونار دينكس الماس. مش في الاكتوبيك بنلاقي معاها السكند اندوميتريوم سكند او سودو ساس، يبقى اندوميتريوم او سودو ساس. اللي هو سودو ساس عباره عن فيلم كولكشن اصلا، ما بقاش يعني مش هو اول اللي قال لي يعني في ستات كتير لما بيبقوا في الاول خالص بيبقى في هيلثي اللي كان عندي بس شلتها للاسف فولت. انتوا اكيد عارفينها النورمال ساك بتبقى هيلثي ساك، بتبقى راوندد ريجولر دبل ديسيدوا انترا ديسيدوا، ما بيبقاش المنظر الكولابس اللي من غير الديسيدوا ده، يعني ده كانه لاين واحد تاني بيبقى ثيك لاين ماشي. فعشان كده ده مش ترو ساك، ده سودو ساك. دي ايه بقى؟ لا في واحد ده بريجن، لا هي كده خلاص. ايه ده تمين بيك اللي هي من بريجن مونو كوريونيك ده ولا ده برنس؟ لا ده جاي ببليدنج، دي في ميل جايه ب ده الساك ريترو، دي الساك ودي سب كوريونيك هيماتوما. سب كوريونيك هيماتوما ده ايه بقى؟ ليمون ساين. ليمون ساين مش باين قوي هنا الميلو سين، بس ليمون ساين دي بتاعت الايه؟ دي البنانه اللي جوه اللمبه. اي لا ممكن يجي كمان معاها بنانه ساين اللي هو سيربيلم شكل البنانه، يبقى دي كلها امنو الكاريتو او كاريتو يعني. لا انا كافري انا كافري فروج ساين. فروج ساين بتيجي في الفروج لو جت في الكورونا اللي جوه وده انكفالو سيل اوكسيبيتال انكفالو سيل انكفالو ميل ممكن كاري ثلاثه. ده حاجه من الابدومنز جاسو، مش دي حاجه ابدومن ولا احنا؟ لا كيفالوسيك بقى ده النك سيستم كايزر جروما. طب ده عايز اقول لك هنا سبتيتد مالتي لاكلر وسبتيتد سيستيك ليجن ثاني ما تمشيش ليه؟ ثانيه كان في لا منها يعني دي ما تمشيش. وبعدين ده في بوند افكت وفي طالع منه حاجه اهو، دي انكفالو سيل دي ما تنفعش، لكن دي ممكن انتوا تظبطوا الكنترول. انكفالو سيل مش فيها برين صح؟ ما انكفالو سيل فيها نيورال انيمنت. اه اللي هو ماشي. امتى اقول لايكو مايلو ولايكو انش؟ لا ده بالام ار اي بري نيتال صعب يعني في الفيتال صعب. عموما انا بتكلم عموما عشان انا عايز نهجمها.
كنا نكتب لايكومينينجوسيل ولا اكتب انا وريتكم لايكومينينجوسيل دي في حضرتك اليوم انا شفناها بس قلنا اللي عليها لايكومينينجوسيل كل شويه يقول ما هي طيب طب ها ده قلنا دي ايه دي دي عليها كفرنج أمفلوسيل أمفلوسيل عليها كفرنج والأمبليكال كورد انسيرت في السنتر بتاعها والفيو ده والله والله مش مفصل فعلا مش الترا ساوند دي ده دي الابدومين لا ده الابدومين دي الابدومين طالع قدامه ادي الابدومين وطالع منها حاجه وطالع منها انسيرت فيها الأمبليكال كورد معلش ده ده لا ده اللي هو الاستندد بلادر بايلاترال هايدرونفروزس في ايه في فيتال الترا ساوند استنى بس اه ده ماشي ده للاسف ما عنديش السجل عشان اجيبه لكم بس يعني هي دي هو في بين الماتوس اصلا في ايه في بين الماتوس ماشي سيبك من الفيلم ايه اللي فوق بقى حاجه في اليوريتر حاجه في الدوم اوف ذا بلادر يوريكال ادي عشان هو قال لي الدوم اوف ذا بلادر انا معلش الساجيتال بتاعها صراحه ديرمويد سهل قوي دي ده اللي هو المنفع كوريا ارثرايتس نودوزا مالتيبل مايكرو انيوريزم احنا بقينا جامدين قوي سب كابسول هيماتوما برضه مش عارف انا جبتها تاني ليه ده فور لا فور جرين واحده كده دي بقى فور جرين دي بقى بلادر كالسيفايد ده تبقى ايه دي ده في البلادر كالسيفيكيشن يليها التي بي ادينوميوزس ادينوميوزس في اليوترس بالك يوترس وفي مالتيبل سيستيك تشينجز ايه ديفايند اندوميتريوم في كين ذا فانكشنال زون لا لا ده سكروتال الترا ساوند واحده والثانيه دي صورتين دي حاجه ايه يسموها يسموها سكروتال سكير او سكروتوليث ستون في السكروت ده بيبقى في الغالب سببه old اسمها ايه torsion of the appendicular testis او appendicular appendix وحصل فيها torsion ووقعت وحصل عليها عند التونيكا عند التونيكا لازقه في التونيكا من بره في التونيكا نفسها فوق الديسكشن ده ايه ده في التونيكا ولا عند عند السيرفيس بتاع السكروتوم لا مش شرط تكون عند الابديتس ممكن تيجي هنا ممكن تيجي المهم عند السيرفيس بتاع السكروتوم بتاع التستيكل ربط مالسكوم مالتيبل فيلينج او لارج فيلينج ديفيكت في البلادر مش شرط يعني ربط مالسكوم ده لو طفل لكن لو راجل كبير ترانزيشنال سيركل شنو معنى ادينومايوزيس برضه دي بريست كانسر تاموكسيفين فعلا بيحصل اندوميتريال تيكنس اندوميتريال هايبربليزيا سيستيك تشينجز في الاندوميتريوم اب تو اندوميتريال ايه كارسينوم اي حاجه في الاندوميتريوم Infarction. عرفنا ازاي ما ليها ديفرنشال شيب لينفوما اه البايلونيفرايتس تعمل كده لينفوما ممكن كده ايه اللي فينا يقول لك لا دي 100% انفاركشن ترينجلر وبيزد لا الانفاركشن تبقى ترينجلر وبيزد مش فاهم لا البايلونيفرايتس ممكن تبقى ترينجلر ولينفوما ممكن تبقى بس انا مش فاهم كابسولار انهانسمنت ده لان الكابسولار ارتري بريزيرفد وانتكت فالكبسول بدل انهانسنج يبقى ده في الغالب انفاركشن وبريزيرفد كبسول خلاص هنا بقى الديفرنشال بتاعنا الثلاثه العادي هيعتمد بقى على الكلينيكال بيكتشر يعني واحد مثلا بتاع كروماتيك هارت ديزيز ومش عارف ايه دي ايه انفاركشنز بايلونيفرايتس احيانا الليمفوما تيجي ويدج شيب يعني هي بتبقى في الغالب ماسز يعني بس احيانا الماسز تيجي شكلها ويدج شويه كده دي بقى عايزه 5 جنيه انفانتين لا ده شاب 40 سنه مين للفوق التاني ولا ايه لا دي كده هو انت بس تسقط كده لا ده كورتيكال كورتيكال ده ديفيوز نيفروباثي وديفيوز ده هو بتاع الهايبر فوسفاتيميا مدارن وكورتيكال
لا الكابتن اللي هو الكابتن هولي او مين؟ لا لا طب اسالها لكم شويه. اتش اي في اللي هو الستونز سمول ستونز. لا مش لا استنى لا ده دي لو قلت لك نيوسنت ستون دي حاجه اسمها سايتوميجالو فيروس انفيكشن. سايتوميجالو فيروس نيفروباثي اي اتش اي في هفكر في سايتوميجالو بس ممكن طبعا تيجي معاها ديفرنشال زي مثلا المايكوبكتيريوم ايفيوم برضو الماي برضو ممكن تعمل شبه نفس المنظر ده. ان هو ديفيوز نيفروباثي وذ مالتيبل بانكتد كالسيفيكيشنز ثرو اوت الرينال بارينكيما زي ما بيعمل في البرين بالظبط كالسيفيكيشن يعني اسمها سي ام في نيفروباثي بيحصل في الاتش اي في. كريسمس تري كريسمس تري ده اللي معاك ايه هش ده انا عارف لابس عايز محاضره الابتدائيات كنت حاططها وكان معايا دي طب ده راجل عنده 70 ماشي ماشي بتحصل اللبس بقى معاك اللبس معلش اللي فاتت قلنا سايتو ميجالو ايه نيفروباثي اندوميتريال كارسينوما اندوميتريال كارسينوما بالظبط انفيدنج المايوتريوم لسه انهانسنج ووصل لحد السيرفكس. شوف بقى الستيجنج بقى دور عليه بابيلاري نيكروزز بابيلاري نيكروزز وفيلينج ذا فيتس حصل سلافينج بس هو ده بس في عادي سي تي اه سي تي كرونا ريكونستراكشن ده دبل اكسس ثانيه ايه لا مش بوست بايوبسي بليدنج ايه في فيس لا بس خد بالك ده اكسسوري رينال ارتري هو برضه اكسسوري رينال ارتري وادي اللور بول بس وعامل ايه هو اللي عامل الفيس هو اللي عامل الفيس بالظبط ايه في فيس ما ده احنا حانين في الارتري في فين بيدور ده الفين ده الرينال فين وادي الجناده الفين وادي الفين اللي هو مكمل اهو رايح على اي بي سي يعني ده الارتري وده الفين منورين في نفس الارتري لفوق الايه ولا هي واخده من الاكسسوري رينا هي واخده من الاكسسوري رينا انا بقول لك ده الاكسسوري بس لان بيت الكدني مش منوره على فكره في رينا الاتشستيروس فين ده فين ده لا دي اصلا لا لا هي الصعره الشنشن فوق ميدالري نيفروكالسينوزز الديفرنشال بتاعنا الثلاثه ومعانا ستونز يبقى ده الريسبونج كدني مش هايبر بارو استرايت تنفع هايبر بارو زي ما قلنا ار تي اي بس يعني الستونز تخليك تفكري شويه برضه هايبر بارو ده بايلوت دي استرايتد نيفروجرام هي دي يعني البايلوت فرايتس ديفرنشال معقول بس هي على فكره هي بايلاترال بس مش باينه حلو على الناحيه الشمال باينه اكتر على الناحيه اليمين لو قلنا حاجه بايلاترال هتفكر في ايه على كل حال هي يمكن هنا بين يعني هنا فعلا الشمال ابتدت تفرز معلش استرايت بس على كل حال لو لقيناها بايلاترال نشك في ايه بين الفيم لا مش اسيسيف بوليسيستيك كيبورد بص هو اللي على اليمين الشمال سوري استرايت والثانيه شايلها مثلا الليمفوما او كده هي دي يعني دي تمشي في الديفرنشال بتاع الثلاثه اللي هو الايه الليمفوما والليمفوما والايه والبايلو فرايس والكارس مع ان يعني هنا مش شكل انفارشن قوي بس ماشي ممكن الثلاثه يمشوا برضه يعني دي ديفرنشال برضه انا مش فاكر الديفرنشال مقبول سواء بايلو فرايس او الليمفوما يعني بعيده شويه اقربهم بايلو فرايس ممكن الليمفوما ممكن انفارش ده هاتش ده هاتش دايفرتيكتوم خش على ماشي احنا قلنا اول كان قلنا البوست يعني ايوه يوريتريك كونجنيتال الهاتش ما بين الهاتش واليوريتروس يعني المكان اللي لا اليوريتروسيل ده داخل على البلازما لكن ده طالع لبره ممكن لو حصل انفرشن لليوريتروسيل ممكن يشق يلخبط في ده لكن اليوريتروسيل لوحده ده انترا اليوم ده داخل على البلازر وهو لكن ده 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 واحد واحد داخل جوه تاني طالع بره ده الفيرتيكيو ده وده اللي هو الهول ده بيوجي بيوجي سهله ما فيهاش حاجه دي ايه تيومر ماشي ترانزيشنال سيل كارسينوما احيانا بيبقى معاها سيرفيس كالسيفيكيشن ماشي فرند لايك يقول لك سيرفيس مش عارف ايه اي حاجه ايه ده هايبرتروفايد كولوم اوف بلتي كروس
جدع كروس ديفيوز دي اكتوبيك كيدني اهو اليوريتر بتاعها يلف وينزل في مكانه ملوش دعوه من الاكسس قلنا ليه كروس بالشكل كده ادي هنا كيدني وهنا كيدني تانية الاثنين لاحمين في بعض بشكل عجيب جدا لكن ادي الاي بي بي لانها راح الاثنين لاحمين في نفس لكن هنا الليفت يوريتر ينزل في مكانه الرايت يوريتر كروس الميد لاين علشان ايه ينزل مع الاورثوتوبيك بوزيشن بوتي كيدني نفس الكلام تي بي طب وايش نيفروكارسينوسس لا كبيره كيدني ايه نيفروكارسينوسس ودلري لا كورتيكال 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 ممكن اعتبرها ما هي البوتي كيدني ده نوع من الكورتيكال نيفروكارسينوس يعني كورتيكال نيفروكارسينوس ايه اسبابه التي بي صح التي بي والاكيوت كورتيكال نيكروزس صح بيحصل فين الاكيوت كورتيكال نيكروزس سيفير هايبوتنشن او شوك صح ولا حاجات تانية مع الحيجين يعني ده هنا اكيوت كورتيكال نيكروز مايلاتيرال ده هنا مختلف اللي برضو اللي حاجات ده هنا ايه ده سبتيه طب وده بايكورنيت يونيكول طب هنا بايكورنيت بايكولس هنا بايكورنيت بايكولس وتو فاجين بايدبس ده نفس الكلام ادي الميوزس ها في سيرفايكال سيرفيكس فيرسس سيرفايكال ليمفوما يعني دي كانت محلوله عندنا ليمفوما لكن كانت سيرفيكس از ايه ديفرنشال كويس هما الاثنين واخدين الايه السيرفيكس رابشر اكسترا بلوتونيز ها برضه اللي هي لا مش روبي لا ايوه بنت ايه ماكيلا دي لا ده سبونج كيدني الاسبريشنز في البراش توز براش توز براش او براش شيب حاجه كده بنت براش حاجه كده صح مدلر سبونج كيدني الاسبونج اللي بيحصل فيها نيفروكلتينوز او يحصل معاها امال ايه اللي كان بيحصل ايه واحد بيعمل ايه ستريتش اللي هنا بيري بيلفيك سيس او بيلفيك لايكوماتوزز على حسب بقى هو ده هنا ايه ده كده ده تروما ده مرابشر ده شاتر شاتر جريد ايفني جريد كام دي 5 الجريد 5 ده ثلاث حاجات ايه بيديكال انجري اكسبوزيشن يعني لو يعني ايه منين اكسبوزيشن في بي او جي كونفكشن او شاتر ذا كيدني لو مالتيبل لاسريشنز واصلين للال كوليكتنج سيستم يا سيستيكا ديفرنشال بتاعها ال بس هنا بايلاترال وسليم هو هو ولا بالانسيت شيستيزوما ولا بالهرزيه ده كولون بالمناسبه كولون كده وانت كولون ده ماشي ورا بدل طالع قدام ريترو كيفال يوريتر يا سلام يا دكتور هرام الله عليك الله عليك ريترو كيفال يوريتر ده كورسلين لا ثانيه واحده هي ليه كده مسوقه كده انت شايف البلفيكال سي سيستم اهو في حاجه زقاها في حاجه دي خالص دي هيبقى سوس سوس ربط اهو سوس سوس اه ايوه جدع يا سامر صح تي بي كالسيفايد سورس ابسس وحتى كالسيفايد سورس ابسس ومعاها كمان بص كالسيفايد سورس ابسس في كالسيفيكيشن على اللفت سورس ستوب يوريتري ستوب على كده ماشي ايه كمان نور في يعني انا هجيب لكم مثلا الكالسيفايد ايوه هورس شو كيدني هورس شو كيدني ستونز ان هورس شو كيدني اهو بص الاكسس بتاع الكيدني عامل ازاي هنا وهنا ادي السوفت تيشو اكسس بتاع الكيدني نورمالي كده صح لكن هنا بقى كده هنقول لهم بعدين في الفيوتشر لما تكلم الدكتور عمرو السعداوي هنقول لهم لما يجيبوا ايه كمان استني بس هنقول لما الدكتور الرابعه الدكتور عمرو لما يجيبوا ايه كمان اعرفوا ان اللجنه ماشيه غلط ايوه طب احنا ايوه لونج ليفت تيست هنقول لك مايكرو ديزيز انا ما سمعتش معاها ايوه مايكرو ديزيز وكومبليكيتد بسيهنوما قلنا لو كده معني دي برافو يا شيمو برافو ايوه يبقى المايكرو ديزيزز بيبقى معاها او على فكره دلوقتي الحكايه دي بقت ديبيت يعني في ناس كتير يقول لك على فكره ما بتزودش الريسك اوف سيمينوما ولا حاجه كان زمان كانوا زمان بيقولوا الكلام ده دلوقتي يقول لك الكلام ده ولا حاجه نعم مش هتحتاج فولو اب حالات زي كده
هو على المدرسه القديمه طبعا محتاجه، لكن حاليا بيقول هو يعني هي نفس الانسيدنس يعني ستاتستيكال، ما هو سيجنيفيكانت الفرق ما بينه وبين النورمال بوبليشن يعني. انفيزيمتس نفرايتس هايلايتس انفيزيمتس سايتس طبعا الاستريس بتاع الدكتوره رشا مخليك قاعد تركز في الموضوع. انت زي ما تستايلس يبقى طيب، يبقى ده ايه؟ يبقى ده دايابيتس، يبقى ده عيان في الغالب بيبقى دايابيتك اولد ايج في الغالب. تمام. ايوه جدع يا اسماء الله، ريترو بيرجينيال فايبروزس ميديالي ديسبليسد بوست يوريترز، بالذات تلاقيها في الحته بتاعت الميدل يوريترز تقريبا تخلص عند البلفيك برين، ده اللي هو الريترو بيرجينيال فايبروزس. فيستولا منين؟ كله في زايكل فيستولا، ممكن تكون مالجنت او دايفرتيكلايتس، هنا غالبا كانت دايفرتيكلايتس برضه كومبليكيشن دايفرتيكلايتس. بوتي كيدني كالسيفيكيشن في الكيدني وفي الايه؟ اه مش عارف بحبها ازاي. ها؟ اللي هو ديستكشن اورتيك ديستكشن قافل الليفت رينال ارتري وعمل دي فاسكولاريزيشن الليفت كيدني كامله. انفاكشن في الليفت كيدني توتال بسبب الديستكشن انفولفينج ذا ليفت رينال ارتري. ده اللي هو فيل جابسيس. لا يوريتروسيل بس تحت. تحت فين؟ يبقى الفتحة غلط. غلط فين؟ اكتب لي يعني دي ده اي في بي. ها؟ طب ممكن اسالك؟ لا ريتيكولا. ثانية واحدة، هو انت الكيدني الشمال فين اصلا؟ اللي انت كروس ديفيوز او اكتوبك فين؟ اكتوبك فين؟ فين يا جدعان؟ هي اكتوبك فين؟ شايفين حاجة؟ مش دي الرايت كيدني برضه؟ لا ده هيطلع اللي هو لا اللي هي الفيميل اللي حاجة في موليريان. موليريان؟ ده مين؟ ده مين؟ هي شبهها صح؟ ايه بقى؟ لا ده كده يوريتري كده لو حاجة يوريتري لا في اليوريتري حاجة زي كده قريبه برضه. بص بص كونجنتالي ابسنت ليفت كيدني وكمبنساتور هايبرتري اوف ذا رايت كيدني وسيمينال فيزيكال سيست اوف ذا سيم سايد، ده فيري كومن اسوشيشن مع زينر سيندروم. ايوه اسمه زينر سيندروم، مش مهم اسمه السيندروم، المهم في الاخر ابسنت كيدني معاها ابسيلاترال سيمينال فيزيكال سيست. احيانا بتاعت السيمينال فيزيكال سيست دي لو ركزت فيها هتلاقيها فيري كومن في العينين بتوع السمارة اللي انت بتبص عليهم تلاقيش كيدني وتقول له انت مولود بكليه واحده، يقعد يقول لك طب هو كانت كليه واحده ولا هو اتروفايد؟ كانت موجوده وحصلها اتروفايد او اتشالت في عمليه وسرقوها. لو لقيت سيمينال فيزيكال سيست دي هتلاقيها فيري كومن اسوشيشن على فكره اكتر في حوالي باكتر من 50% من الحالات انا قصدي، فهتلاقي السيمينال فيزيكال سيست دي ده كونجنتال اتروفي، ده الستامب بتاع كونجنتال اتروفي. اسمه ايه بقى السندروم؟ السؤال اسمه زينا سندروم، مش مهم زينا يعني، المهم ان هو في الاخر اسوشيشن مع بعض. دي سبايدر لينك Amputated calyx. في دو ديفرنشال مهمين جدا. تي بي والحاجه الثانيه ار سي سي. ار سي سي اللي هو اللور كيلكس. اللور كيلكس اتقطع خالص ما عادش فاضل، في حاجه كلته يا تي بي يا ار سي سي. ده بيوجينيك بلادر. بيوجينيك. ليه؟ بيوجينيك مالي ايه؟ يا جماعه ودي سؤال. هو فعلا بيوجينيك. بيو جي وخدت بالك ان هو رابشر وعمل يورينوما؟ لا خدت عيانات في ليك. ده سؤال ولا ده معلومه يعني؟ ده كان عيان كان عنده بيو جي، العيان ده بيحصل عنده بالوننج للبلفس، اي مايلد تروما او حتى ممكن سبونتينيوس لو البريشر زاد جدا ممكن يحصل ليكج منها ويعمل يورينوما. تروما تروما فاسكولار بيديكال انجري جريد كام؟ 5. دي كلاسيفيكيشن اوف رينال انجريز، كونتيوجن 1، ماينور لاسيريشنز اقل من 1 سم 2، بارينكيما لاسيريشنز 3، لو وصل الكولكتنج سيستم تبقى 4، لو حصل بقى الثلاثه اللي احنا قلناهم دولت اللي هي جريد ايه؟ جريد 5. مهمه جدا جريد 4 دي علشان بتبقى معاها يورينوما، وطبعا جريد 5 الثلاثه اهم من بعض لان دي كدني دي باظت خلاص لازم تتشال. اديني ده اسمه ايه؟ ليفت
رينال فين؟ لا بس دي رينال فانكشن مش كورتيكال انهانسمنت. رينال فين ثرومبوزس ولا ايه بالظبط؟ يوني لاترال. لما تلاقي يوني لاترال انلارجد كيدنيز يعني هي برضو هنا مش واضحه قوي، لكن على كل حال لو لقيت يوني لاترال انلارجد كيدني ومعاها يعني استرايتد نيفروجرام او بيرسيستنت نيفروجرام والعيان جايب اكيوت بين، شك في ايه؟ رينال فين ثرومبوز. بس السونار بيبان ازاي؟ انلارجد هايبو ريفرسال اوف فلو. دي نفس الحاله اللي احنا كنا شايفين السي تي بتاعها من شويه، سيس تو سيل. ده اللي احنا كنا شايفين السي تي ده ايه؟ ده باين فروز ايمرجنسي نيفروز. دي بقى ايه؟ دي اللي حوالين ساينس هايبر. لا يعني في حاجه لا لو فات، لكن هنا دي ليفوما ساينس ليفوما. لا بيري بيلفكسس بيري بيلفكسس في ليوت يا جماعه. ايه مالها في ايه؟ لا دي زي ما يكون سوفت تيشو. لا مش حلو خالص دي بتاع مش هي ما بتبقاش لوكالايز، ده هي بتبقى ليمفاتيك سيست، فبتبقى سهله. دي مش كنا بنشوفها واحنا في بيري بيلفيك وفي بارا بيلفيك. لا بارا بيلفيك بتبقى لحد ما لوكالايز ويل ديفايند لوكالايز سيست كليج، اما البيري بيلفيك دي ساحه كده زي المنظر ده. عشان كده كنا لسه بنقولها في الديفرنشال بتاع الاسترتشنج بتاع الايه بيلفيك كانسيل سيست دي كانسيفايد سترون سوايد. لا فايبرويد فايبرويد كالسيفايد فايبرويد دي كالسيفايد فايبرويد سيمينال فيزيكال وفاز كالسيفيكيشن. دي سيمينال فيزيكلز وكمان فاز سيمينال فيزيكال برضو. تمام. ايه دي؟ ده بوست فويدنج. لا بي تي بنعمل ستون يوريدر ستون وذ راش بوردر بيسموها جاك ستون. بيسموها جاك ستون جاك ستون، بتبقى ليها البوردر بتاعها يعني الريجلر كده. انت اتحولت القديم لحظه ان انت مش مولر توس. مولر توس ابيرنس ده بتاع الانترا بيرتونيال ابشر. انترا انترا ده اي اكيوميليشن للاسايتس في البلفس اللي عامل المنظر ده. اي مولر توس ابيرنس بتاع البلادر ده بسبب ده البيرتونيال ريفليكشنز يعني. دي انترا بيرتونيال ابشر يعني او يعني هي الحقيقه دي كانت حاله اسايتس بنا جايبها لكم عشان اقول لكم الانترا بيرتونيال ابشر بيشبه المنظر ده بالظبط كده. يبقى شبه لا دي الكولوستومي وفي هوا كده ايوه يعني. نيومو ريتروبيريتونيم حوالين الكيدنيز. نيومو ريتروبيريتونيم كومن جدا بعد كرونيك سيرجرز. بسرعه عمرك انت عملت المحاضره دي في قد ايه؟ مش عارفين نشوفك ازاي. والله انت عايز تحضرها في قد ايه؟ يلا بيها عشان تعمل لنا الحاجه ده في الدرايف. ولا في مستر بريدي. لا لا جاد ده بقى ده بوست بارتم المنظر ده. لا لا فيرست بارتم ده هو ده ريترو بتاعنا. معلش يمكن الصوره مش حلوه بس انا حاولت اجيب صور احلى ما لقيتش حاجه. لا لا ده ديفورمد فيتوس وهنا البلاسينتا فيها ايه؟ فيزيكال كومبليت مول. يبقى ايه؟ بارشل مول. بارشل مول بقى بارشل مول لان هنا في فيتال بارتس. الفيتال بارتس بتبقى ديفورمد فيتوس ما هوش كومبليت هيلث فيتوس، بيبقى ديفورمد فيتوس ومعاه سيستيك تشينجز في البلاسينتا. لو البلاسينتا دي هي دي لوحديها واليوترس النارج جامد جدا ومليان بالسنوستورم ابيرنس وبايلاترال فيزيكال ابيرنس دي خلاص دي ايه؟ فيزيكلر مول كومبليت مول. كومبليت هيلث فورم مول. لقينا فيها فيتال بارس تبقى بارشل مول. العيانه دي بعد ما تتعمل لها دي ان سي وتخف وبتاع رجعت تاني بيوتراين بليدنج واتش سي جي دي تصفيه عالي جدا. شك بقى في كوريو كارسينوما او انفيز مول. دي ايه؟ ده اللي هو البي اي دي بقى في حاجه ورا. ايه المنظر ده؟ بيرينيال ابسس. بيرينيال ابسس ناحيه الفالس. برينيال ولا برينيال؟ برينيال. برينيال 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 دي بوست بارتم في ميل. بوست بارتم في ميل بفيلبك فين اللي هو كونات اللي هو ثرومبوزس رايت اوفيريان فين ثرومبوزس رايت اوفيريان فين ثرومبوزس موست كوملي بوست بارتم بالذات لو حصل سيبسيس هو الرايت موست كوملي على الرايت موست كوملي على الرايت سايد. دي بايلاترال سمول هاتش بايفرتيكلي بلادر ايرز ساعات يسموها بس بيسموها بلادر ايرز لو نزلت على الايه؟
على الانجوينال كانال. ساعات يقولوا ان هو يحصل ساعات هيرنيشن للبلادر جوه الايه انجوينال كانال، يسموها بلادر ايرز، بتبقى ترانزنت في الغالب اسيمبتوماتيك. حد شايف حاجه؟ ليه فيري وايد سيمفيسس بيوبس دي بتبقى اسوشيتد مع البلادر اكستروفي او اكستروفي. دي برضو كونجينيتال بيبقى معاهم حاجات كتيره من ضمنها الايه الوايدنينج في السيمفيسس بيوبس. لا ديفرنشال دايجنوز بتاع الوايدنج حاجات كتيره، بس الفيري وايد ده الفيري وايد ده مع البلادر كان بيعمل اي بي بي ولا نان سكريت نان اكسكريتد اكسترا بوزيشن ده كونتراست ان اكسترا بوزيشن في السبكوتينيوس وفي الانترا ماسكولار تيش. دي حصل كتير يعني في الحياه العامه ده كتير من العين الحين اي بي بي، وبعدين تصور كدني ما فرزتش بعد 10 دقايق. ايه ده وانا قلبت انا لسه بتكلم فيه. طيب ماشي خلاص. بريفيشن في بريفيوس سيزيريان. ايوه اندومترايتس. لا 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 سايكليك ده ايه؟ طب في احتمالات اخرى؟ لا اندوميتريوم. ايوه اندوميتريوم. ما انا عمال بقول لك سايكليك اندوميتريوم ما يجي الهيستوري تيبيكال كده. يبقى احنا عندنا اي سيزيريان سيكشن جايه بعديها في ميل جايه بابدومينال وول ماس وبينفول، دي شك في اندوميتريوم. بيحصل سيدنج على التراك بالذات في اللور ابدومينال وول اهو بالمصدر ده. سايكليك مش شرط يقول لك سايكليك بين يعني. حتى على فكره الاندوميتريوز العادي مش شرط تيجي تقول لك بسايكليك بين، تيجي بتيجي بين. فانت يعني كلمه سايكليك دي ما هياش الفاصله. شكرا جزيلا ونتمنى ان احنا نشوفك.